واحد بيقول في متى 23، يقول الوحي الإلهي: أما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح، وأنتم جميعا أخوة، ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد، فكيف هذا ونحن ننادي الأسقف بكلمة سيدنا وننادي الكاهن بكلمة أبونا؟ أنا شرح الكلام ده شرح مفصل في كتاب الكهنوت، ياريت تقرأ الكلام اللي أنا كتبه في كتاب الكهنوت عن الموضوع ده بتفصيل شديد. ولكن حاليا السيد المسيح كان بيقول هذا الكلام على الكتبة والفريسيين المرائين، لأن الكلام ده ورد في متى 23 اللي بيقول فيها: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين، لأنهم كانوا بيحبوا الحاجات دي، يحبوا كلمة سيدي وأبي الأخ، وكانوا متكبرين. فالسيد المسيح أراد أنه ينتهي من القيادة اليهودية القديمة لكي يقيم قيادة كنسية جديدة. فقال لهم: الجماعة دول الكتب والفريسيين دول ما تدعوهمش كده. لكن من جهة العموم بيقول: لا تدعوا لكم معلما على الأرض، لأن ليكم معلم واحد هو المسيح. فدي معقول ان احنا ما فيش معلم خالص على الأرض؟ ده بيقول في الكتاب المقدس: ودعا البعض رسلا والبعض معلمين. موجودة في أفسس 4. وقال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأرض وعلموهم. إذن هم بقوا معلمين. وبولس الرسول بيقول لتيتوس: اهتم بما يليق بالتعليم الصحيح. وبيقول لتيموثاوس: وما تعلمت مني بشهود كثيرين اودعه اناسا امناء يكونون اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا او يسلموا اخرين. فمن جهة التعليم موجودة، ومن جهة الابوة موجودة. بولس الرسول بيقول: أنا ولدتكم في المسيح. وبيقول عن أنسيموس في رسالته إلى فيليمون، بيقول: أنسيموس ابني الذي ولدته في قيودي. وبيقول على تيموثاوس وتيتوس: الابن الحبيب والابن الصريح في الإيمان. ويوحنا الحبيب بيقول: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. فحكاية الأبوة الروحية موجودة، وموجودة حتى في العهد القديم، زي إليشع أثناء صعود إلي إلى السماء قال له: يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها، قال له: يا أبي. وبولس الرسول بيقول: كل الذين من إيمان إبراهيم هم أولاد إبراهيم. فيعني الأبوة الروحية موجودة. لكن عبارة لا تدعوا لكم أبا للسيد المسيح قالها للرسل وخلفائهم. يعني الرسل ما لهمش أب على الأرض. المؤمنين العاديين لهم آباء، هم رجال الكهنوت، لكن الرسل وخلفائهم ليس لهم أب على الأرض، هم آباء الآباء، لكن ليست عن جميع المؤمنين. وإلا لا تدعو ليك أب على الأرض، يبقى لو أبوك بالجسد أمرك أمر وقول لك: يا ابني طاوع ده أنا أبوك، تقول له: لا أبويا لا، ده الكتاب بيقول لا تدعو لكم أب على الأرض. ممكن ما هو يطلع مالكش اب انت رخص. وبعدين لما يجي بولس الرسول في افسس 6 آية 1 و2 بيقول: اكرم اباك وامك
لكي تطول ايامك على الارض، هذه اول وصيه بعد. تقول له لا يا ابونا اكرم اباك، لا ده ما فيش اب على الارض. هل معناها الكلام ده؟ لا تاخذوا الكتاب بطريقه حرفيه، اعرفوا ما معنى الكلام ولمن يقال الكلام ده. قاله للرسل، ولذلك بطرس الرسول في لوقا 12 لما قال لهم على السهر والحاجات دي، قال له يا رب ألنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ إذا في كلام كان بيقوله للرسل كقادة، وكلام كان بيقوله للجميع. فلا تدعوا لكم أبا على الأرض، دي خاصة بالرسل وخلفائهم، أما عن الباقين فلهم آباء وكانوا يدعون آباء، وكانوا بيكلموا المؤمنين على اعتبار أن المؤمنين دول أولادهم. أنت لك أب في الاعتراف، ولك أب في المعمودية، وليك آباء اللي هم رجال الكهنوت في كل أسرار الكنيسة. ده بيقول أنا ولدتكم في المسيح، يعني أب في الإيمان، أب في الإيمان، أب في المعمودية، أب في الاعتراف. أبوة كتيرة موجودة. اقرأ الفصل اللي موجود عنده في كتاب الكهنوت تلاقي فيه كلام كتير. ده حتى البروتستانت اللي بيقولوا ما فيش اباء ليهم كتب في الباترولوجي، باترولوجي يعني اقوال الاباء، بس بيحطوا في الاباء بتوعهم لوثر وكالفن وزوينجل، بيعتبروهم اقوال اباء ويسموها باترولوجي او باتريستكس يعني اقوال الاباء، بيسموها اباء. فلو كان لا تدعو لكم أبا بالمعنى المطلق، يبقى لا أب روحي ولا أب جسدي ولا أب من جهة السن أيضا. ده بطرس الرسول المرقص ابني، لأن من جهة السن كان سنه كبير عليه. وبولس الرسول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الخامس بيقول له لا تذكر شيخا بل عزه كأب، والعجائز كأمهات، والأحداث كأخوة. كأب يقول له لا ما فيش أب على الأرض، دي مش لكل الناس، مش لكل الناس.